كازونجو للسعوديه، شايف مين ممكن يحل محله وشايف هيأثر ازاي على الفريق؟ والله بص اقول لك، انا ممكن تكون يعني ناس كتير قوي واخده بالها في الفتره اللي فاتت ان كاسونجو مستواه الفني يعني في النازل، ما بقاش بيأدي، اهدافه مع الزمالك بقت قليله، فهو ممكن يكون الاعاره لو هيروح وهيجي مكانه حد ممكن يفيد نادي الزمالك ويجي انا موافق. وبعدين خصوصا ان الزمالك اليومين دول بتعاقد مع حد من فرنسا مهاجم كويس راس حربه، في الوقت الحالي انا شايف ان الزمالك خالي من المكان ده بالذات، ان راس الحربه في الزمالك فيها عجز في ظل غياب لعيبه كتير قوي احنا بعتناهم لبره. مش هيأثر. ليه؟ الزمالك عنده فراوده كتير حلوين بصراحه، يعني هو السنه دي هو فريق الموسم. هو والله كنادي الزمالك هو يعني كاسونجو تأثيره لما هيمشي مش هيبقى كبير قوي، فيعني انا بفضل الاحتراف دايما للعيبه، يبقى المجال مفتوح للعيبه، ولكن الزمالك مش هيقف على لعيب، يعني لو وقفنا النادي كله على لعيب يبقى كده احنا مش بنتكلم على تيم، احنا كده بنتكلم على فرد، والزمالك عمره ما كان افراد يعني. المدرب كان مقتنع بيه جدا، فمستحيل يمشيه الا لو في صفقه بديله اقوى منه بكتير، ومش هيأثر عليه في حاجه ان هو تقريبا الافارقه كلها المهاجمين، مش يعني هو الحلو فيهم ان هم كويس بدنيا بس. والله انا شايف ان ده قرار اعتقد ان هو في محله تماما، لان هو الفتره اللي فاتت دي شاف المستوى هبط وفي لعيبه محليين افضل منه بكتير بس محتاجين فرص، ياما ان هو فعلا مستواه هابط جدا الفتره اللي فاتت. والله هو المهاجم الاساسي للفريق، بس طبعا الفتره الاخيره بيضيع اهداف كتير ومستواه مش ثابت. لو في مهاجم جه بمواصفات عاليه مكانه مهاجم اساسي مش هيبقى فيه فرق، لان المجموعه كلها شغاله مع بعضها، انت هتضيف عنصر زياده بس ليه؟